القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. بعد اللقاء أكد العربي أن الجامعة العربية لا تقبل التدخل الأجنبي في أي شؤون داخلية للدول العربية، كما أن الجامعة لا تتدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدا أن التدخل في الشؤون الداخلية محرم بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة لجميع الدول. في أول زيارة له إلى سوريا، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي كان واضح الدلالة على الموقف الذي تمثله مؤسسة الجامعة العربية من الأحداث في سوريا. فطريق الإصلاح هو موضع الإشادة ممن يزور دمشق بعد العبرة التي أخذتها الجامعة العربية من درس ليبيا، كما ألمح العربي. فلا مكان أبدا للتدخل الأجنبي بأي حال. أنا سعيد أن فخامة الرئيس أكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة، وأن سوريا الآن تمشي في طريق الإصلاح الحقيقي، وهذا أمر هام جدا. الأمانة العامة تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية، ولا تقبل التدخل الداخلي في شؤون أي دولة من الدول. الاستقرار السوري، الاستقرار المصري، الاستقرار الليبي، الاستقرار اليمني، كله مطلوب لاستقرار الدول العربية جميعا. ما جاء من كلام العربي بشأن التدخل الأجنبي كان محورا رئيسيا للبحث الشعبي والرسمي في سوريا بعد زيارة السفيرين الأمريكي والفرنسي إلى حما، ولكن رد الفعل الشعبي تجاه السفارتين رأت فيه الدبلوماسية السورية خطأ تتحمل الدولة مسؤوليته. التعبير عن الاحتجاج على قيام السفيرين بزيارة حما هذا مشروع، لكن بأسلوب سلمي. ثانيا، نحن كدولة مسؤولون عن حماية أمن السفارات وأعضاء السفارات، وبالتالي نحن نتحمل هذه المسؤولية كاملة. وأمام ما تعتبره سوريا تجاوزا لأصول الدبلوماسية، هناك مبدأ التعامل بالمثل، مبدأ عام لحل أي معضلة في العلاقات الدولية. إذا كنتم ترون أن فيها خرق لاتفاقية فيينا، طبقوا مبدأ المعاملة بالمثل على سفرائنا، اطلبوا منهم ألا يتحركوا إلا بإذن مسبق، وإلا إذا كان هناك نية في خرق هذه القواعد ونحن مصممون على تنفيذها، سأطبق ما كانت تطبقه الولايات المتحدة على بعض السفارات ومنها إيران مثلا، أن لا يسمح للسفير بتجاوز محيط 25 كيلومتر عن مدينة دمشق. يذكر أن نبيل العربي هو الأمين العام السابع في تاريخ الجامعة العربية، وقد تولى هذا المنصب خلفا لعمر موسى في 15 من أيار مايو الماضي. إذن ما كان في بعض الدول العربية لا يمكن أن ينطبق على سوريا كما قال أمين عام الجامعة العربية، لمن ما زال يتحدث وما زال يريد أن يكون هناك غطاء عربي لأي تحرك ما ضد سوريا، ولكن الأمور على الأرض والأمور الدبلوماسية من الناحية العربية تبرز ثباتا مع الموقف السوري. نزار الفرة، تلفزيون الدنيا، من قصر تشرين، دمشق. جددت روسيا رفضها أي تدخل دولي في الوضع في سوريا، مؤكدة أنها ترى بوادر حل في لقاء التشاور حول الحوار الوطني الذي عقد مطلع الأسبوع في دمشق. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن موسكو ترحب ببداية حوار وطني فعلا في سوريا، وتعتبره يشكل خطوة هامة في إطار تنفيذ الإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية. وقد أعربت موسكو عن ثقتها بقدرة السوريين على التوصل إلى حلول سياسية من شأنها أن تضمن تطور البلاد الراسخ في مصلحة مواطنيها والسلام والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك، كشفت صحيفة سفير اللبنانية عن قيام السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد الذي زار محافظة حماة يومي الخميس والجمعة الماضيين بتسليم أجهزة تنصت ونقل مباشر سرا إلى عدد من المتظاهرين هناك، مؤكدة أن أجهزة الأمن السورية نجحت في تفكيك عددا من هذه الأجهزة. ندد بأشد العبارات
وهاجم بكل ما أوتي من صرامة متناسيا طرفا على حساب طرف آخر. إدانة واتهام وجهت للمعتصمين السوريين الذين عبروا عن رفضهم واحتجاجهم على زيارة سفير الدبلوماسية الأمريكية روبرت فورد إلى حما. طرفا كماشة، حال ينطبق تماما على مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت فيها سيدتها الشقراء كلينتون لتتشدق بأن الرئيس الأسد فقد شرعيته، ومراقبون يسخرون ويقولون منذ متى يأخذ الرئيس الأسد شرعيته من أمريكا؟ تناست كلينتون للحظة بأن الرئيس الأسد لم يستمد يوما شرعيته إلا من شعبه. تناست بأن الرئيس الأسد منتخب من أبناء وطنه الذين لم ينفصلوا يوما عنه وعن وطنهم الأم سوريا. متحدثة أمريكا وعلى ما يبدو تناست أيضا مفهوم الشرعية وغضت بصرها وصمت آذانها عن شرعية بلادها المستمدة من ديمقراطيتها التي ظهرت في العراق وأفغانستان وليبيا، وليس آخرها في غزة. وبعد كل هذا يطالبون الحكومة السورية تقديم اعتذار في وقت تناست فيه أفعال الدبلوماسية الفرنسية عندما عرضت على أحد محطاتها خبر استقالة السفيرة السورية لدى فرنسا، في وقت نفت فيه معظم المنابر الإعلامية هذا الخبر بما فيها السفيرة السورية في باريس. ضاربا بعرض الحائط القوانين الدبلوماسية، توجه ممثل بعثة الدم الأمريكي إلى مدينة حما واضعا نصب عينيه هدفا واحدا تدعمه أيديولوجية بلاده وسياستها. هذه كانت خطوة الإدارة الأمريكية بعد أن خسرت جميع أوراق اللعب والتي لم يعد لها دور يذكر في تأجيج الأزمة لتخرج بورقة لعب زائفة تكون بمثابة تحرك سريع على الأرض لإعادة تأجيج الاحتجاجات وتزويد بعض المخربين بأجهزة تنصت ونقل مباشر لها هدفان. الأول نقل صور عن التظاهرات وبثها على الهواء على نحو مباشر. الثاني التنصت والتجسس على قوات الجيش والأمن والشرطة في المناطق الساخنة وقد أعدت بشكل يمنع احتمال كشفها بسهولة. لم يهن على شعب عرف الكرامة وشرب من ماء الوطنية السورية أن يدنس رجل كهذا أرض الوطن، فكما استقبله السوريون على طول الطريق من حما إلى دمشق بالبيض والبندورة يؤكد مراقبون بأنه سيلقى ذات النصيب في حال صدقت الأخبار التي تتحدث عن زيارة مرتقبة للسفير الأمريكي إلى دير الزور. نوايا لم تدل ولا بأي شكل من الأشكال عن براءة طاهرة أو عن نية طيبة دلالتها كما رأيتم وسمعتم، ويبقى التحدي الأكبر أبناء سوريا الشرفاء الذين سطروا بوعيهم وتلاحمهم أدراج المجد، فبهم سيكون الانتصار ومعهم ستكون فرحة النصر ومن خلالهم ستكون سوريا الجديدة. وبعد فشل مسرحية التصريحات النارية ودعم المتآمرين بالسلاح والمال والرهان على إخضاع سوريا بمجموعة ضغوط دولية وعقوبات تهز استقرارها الاقتصادي واللعب على وتر سمعة الجيش السوري والمس بقدرته على التماسك في مواجهة الأحداث، كان للإعلام السوري بشقيه العام والخاص دوره في الاستهداف. أما الأكثر إثارة فهو اعتبار السوريين أن السفير الأمريكي وصنوه الفرنسي ضيوف غير مرحب بهم. ولأنها أحد أطراف الشر التي تستهدف سوريا وشعبها وقيادتها، لم تعدم الإدارة الأمريكية أي وسيلة للنيل من دمشق ونظامها المقاوم. وبعد فشل مسرحية التصريحات النارية ودعم المتآمرين بالسلاح والمال والرهان على إخضاع سوريا بمجموعة ضغوط دولية
وعقوبات تهز استقرارها الاقتصادي واللعب على وتر سمعة الجيش السوري والمس بقدرته على التماسك في مواجهة الأحداث، كان للإعلام السوري بشقيه العام والخاص دوره في الاستهداف. واشنطن التي أذهلها موقف السوريين والتفافهم حول قيادتهم ورفضهم الصارخ للتدخل الأجنبي في بلادهم، تحاول الالتفاف على وعيهم وإظهارهم على أنهم مجموعة من الغوغائيين تحركهم قنوات الإعلام. فالهجوم على السفارة الأمريكية غير مقبول كما قالت الخارجية الأمريكية، ومن هاجم سفارتنا بدمشق إنما فعل ذلك بتحريض من قناة إعلامية تدعم الأسد. وبرسم واشنطن وغيرها وعلى مسمع ومرأى السفير الأمريكي ارتفعت هتافات التأييد للرئيس بشار الأسد، هذه المرة في كنيسة الصليب المقدس بدمشق، ودون تحريض من أي جهة إعلامية. ولربما أتيح لهذا الأمريكي أن يرى بالعين المجردة تنوع المجتمع السوري وتآلفه وتلاحمه بكل أطيافه. في التفاصيل، عندما جاء السفير الأمريكي للمشاركة في رسم أحد المطارن في كنيسة الصليب، رفض الحاضرون وجوده وأبلغ بضرورة المغادرة لأنه ضيف غير مرحب به، خاصة أن حضوره جاء بعد زيارته المشبوهة لمدينة حماة. غادر السيد الأمريكي، ولكن بعد أن أدرك أن الشعب السوري بكل شرائحه يحب قائده ويعتبره خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه. وسام جديد على صدر الإعلام السوري، اتهامه بأنه يدعم الحق ويرفض منطق رعاة البقر، هذا ما يقوله الشعب السوري. من جانبه، اعتبرت الأمانة العامة لاتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب أن زيارة السفير الأمريكي لمدينة حماة تمثل خرقا للأعراف الدبلوماسية، وتأكيدا على تورط الولايات المتحدة في الشأن السوري الداخلي وقيادة المؤامرة واستغلال المطالب الشرعية للسوريين في الإصلاح السياسي والاقتصادي لإشعال وإثارة القلاقل. وبينت الأمانة في بيان لها وصلت تلفزيون الدنيا نسخة منه أن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية الأخيرة دليل واضح على اشتراك واشنطن الفاعل في التآمر على سوريا ومحاولة التدخل في شؤونها الداخلية، وإن هذه التصريحات تقدم المصالح الأمريكية على مصالح الشعب السوري، وتعتبر كل من يقف ضد مصالحها فاقدا للشرعية، مؤكدة أن الوقوف ضد المشاريع الأمريكية محط فخر واعتزاز للجماهير العربية. هذا وقد أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سوريا من قبل الدول الغربية والمؤسسات الدولية دليل على تآمر المجتمع الدولي وظلامية القرارات الدولية تجاهها. وأضافت الشبكة في بيان لها أن دول الاستعمار القديم الثلاث، أمريكا وبريطانيا وفرنسا، تجدد الآن سياساتها الاستعمارية تجاه الدول العربية خصوصا سوريا بأسلوب جديد بعيد عن الحرية والديمقراطية المزعومة وبشكل مناف لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان التي تنادي بها هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الأخرى. وأشارت الشبكة إلى أن الإصلاحات التي أعلنت عنها القيادة السورية ومؤتمرات الحوار التي تحدث دليل على مصداقية وجدية إرادة التغيير والإصلاح لدى السوريين قيادة وشعبا، داعية إلى الهدوء والتروي كي يقترن القول بالتطبيق ومراجعة الحسابات كي تكون النتائج أكثر دقة وإيجابية. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 82 الذي يهدف إلى معالجة وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة. كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 83
الذي يقضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم.